الأهلي سلبينا الأرضولي، الأهلي سلبينا الأرضولي. في مكالمة لحضرتك عند مكتب الجست ريليشن. شكرا. يعرف ايه؟ اوكي. حنان؟ افندم؟ انا اسف افتكرتك حد تاني. ممكن اعدي؟ قلت لي بقى الفلبورد بكام؟ برافو يا بلبله، كنت عظيمه. بصي بقى، نص ساعة وتبقي على البحر زي ما اتفقنا، ماشي؟ حاضر يا اخويا، بس الواد زي القمر يا سي بوب، راسي كده ومتأني. متأني؟ متأني. لما تكلموش انت تاني يا بلبله، سيبي هو يبدأ بالخطوة الأولى عشان ما نتهرش. حاضر يا اخويا، مش هكلمه، بس أنا شايلة منك يا سي بوب. ليه؟ قعدت يا اخويا تقول لي مصيف مصيف مصيف، والدنيا يا اخويا طلعت تلج هنا. وط التكييف يا بلبله وبلاش فضايح، يلا البسي بسرعه بقى خلصينا. ابو عبد الله مين؟ هو انت جايش على مفروش ولا ايه؟ انت مش شايف رقم الاوضه؟ هي دي اوضه كام؟ 3107. طب ابو نواف موجود؟ جرايه يا وليه، هو انت جاي الدوحه ولا ايه؟ اوعي. صباح الخير. انت عندك مشكله؟ مشكله ايه؟ اصلا مش فاهمه، من ساعه ما رجعت وكل الناس بتتدخل في حياه كل الناس بطريقه تضايق كل الناس، وكده كتير كتير قوي 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 يعني. يا ست صلي على النبي، كل ده عشان قلت لك صباح الخير؟ اما لو قلت لك انت زي القمر يعني كنت عملت ايه؟ كنت اتصلت بالبوليس واتهمتك بالتحرش. تحرش؟ ايوه تحرش. انت عايز حاجه دلوقتي؟ لا خلاص انا اذنك. خلاص يا حبيبي حملنا، خش رابع جنب اخوك في اللي جاي. اطلع يا اسطى. يا لندن بقى فيها ميكروباصات. كوبري عبود من فضلك. بص يا ليل، البت دي مش سهله، يا دوبك قلت لها صباح الخير بهدلتني قدام الاسانسير. معلش بس ابوس ايدك، انا في عرضك وحياتي عندك، اتصرف بقى. ولا انت ايه، مالكش غير في المحلي ولا ايه؟ سيبولي انا الطلعه دي. هتعملي ايه؟ اصبر بس، ما يجيبها لستاتها يا عم. ورينا يا ستاتها. صباح الخير. ما هو يا تلحقوني يا اما هقول له بحبه وهفضحكم، وانتوا حرين بقى. امسكي نفسك شوية، انت جدعة لحد دلوقتي. اصل موز اوز موزة مزمزة. افهمي، لازم هو اللي يتعرف عليكي. شوحي. قومي يا بيت. بقى في واحدة جاية من لندن تقول قومي يا بيت. عندك حق، صح. امشي يا بيت. قلت لك يا عم السكة دي ما تنفعش معاها. ندلها ندلها. هاليلي. ما بتتكلمش كلمتين عربي على بعض، شكلها كده بنت سبعة يا عم. دي مش طاقة نفسها، انسوا. انت بتعرف تعوم؟ كلابي كده. طب يلا
يلا ايه؟ انزل هنا لغايه ما تلاقي نفسك بتغرق وصرخ وانا هجيلك. هو ايه اللي اول ما تلاقي نفسك هتغرق صرخ؟ يعني اروح؟ لا 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 خلاص 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 مش انت هتتصرف؟ تمام جدا. عايز اغرق فين؟ على طول. بس تاخد بالها سيبينا تشوف شغلي. عونا يا لهوي الراجل هيغرق. يا باردس يا باردس يا مي واتش يا باردس يا عونا عونا. بجد بجد انت هايل، انت بطل، انت رائع. انت تاني؟ لا كده كتير كتير قوي 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 وما ينفعش كده خالص يعني. ما يا بنتي المجنونه حط امك بقى انا كانت حياتي هتروح عشان تتعرفوا على بعض في الاخر تسيبينا وتمشي. يو ما يا لقيت لازم اشوح وازعق. الله وانت ايه بتحفظي ما تفهميش؟ بالراحه يا بابا مش كده. بالراحه انت كمان صارت كل شويه يديني تليفون الزبون هيطير منه. ما تخافش ما تخافش. مساء الخير. بصراحه من ساعه ما جيت هنا كل الناس بتدخل في حياتي، كل الناس بطريقه تضايق كل الناس. ده كتير كتير موت. عن اذنك. طب تعالي. انا اسف. اتفضلي. على فكرة أنت قليل أدب. قليل أدب؟ عشان أنا كنت جاية أقول لك النهاردة إن أنت كنت زيرو. زيرو؟ هيرو هيرو. هيرو. عموما أنا آسف، بس أنا كل ما أجي أتكلم معاكي كده تخش فيا بطريقة. صدقني أنا فعلا بحاول يعني إن أنا أكون لطيفة بس مش عارفة يعني أنا. فعلا لطيفة. يا لهوي. لطيفة أوي كمان. يا طعمة أمك. انت ممكن تقعدي معايا شويه عشان اصحابي زمانهم جايين. ما تعرفيهم ما تحبيهم. انا مساء الخير. مساء الخير يا مايو. ايه ده انت اسمك مايو؟ صدقي. على اساس ان اسمه وليد. اسمه بوبو. الحمد لله على السلامه يا يا بوبو. عامل ايه؟ كويس كويس قوي متشكر. وانا ليلي نبيلا الاناضولي. اسفه اني اتكلمت معاكي بطريقه مش لذيذه الصبح. نوت نايس ات اول. انا بس كان نفسي كده اتعرف عليكي. اصل انت مش عارفه قد ايه ممل انك تبقي قاعده مع اتنين رجاله كل هوايتهم الصيد وبس. واو صيد. ممكن يا مايو تعلمني الصيد؟ اوكي تمورو. كان نفسي يبقى بكره.